دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الحقيقة لابد ان انا اتحدث عن اصدقاء مخض او هم اصدقاء رغم ان انا في كثيرين ما اعرفهم شخصيا، المخطوفين، في ناس مخطوفة، في ناس مخطوفة، في ناس في مصر مخطوفة، ومش 10 ولا 20 ولا 30، في ناس بتختفي علشان ما يبقاش في اي مساءلة للاجراءات القانونية اللي بتتاخد ضدهم. إسراء الطويل اللي انا لم اشرف معرفتها شخصيا مختفية، وهناك اخرين في مشكلة اخرى في الحبس الاحتياطي. التوسع في الحبس الاحتياطي وصل لغاية 500 يوم، يعني واحد بقاله سنتين محبوس احتياطيا، ده مش حبس احتياطي، ده اعتقال في شكل الحبس الاحتياطي. هؤلاء دول واجبنا ان ندافع عن حقهم بغض النظر هم ينتمون لاي فصيل، حتى لو كانوا متهمين باشياء بغض النظر. القوانين يا جماعه وكرامه الانسان مصونه، حتى مهما كان ارتكب في الدول المتحضره، مهما ارتكب من جرم من حقه محاكمه عادله، ومن حقه ان كرامته تظل مصونه. اهدار الكرامه ملوش علاقة بالجريمة خالص في الدول المتحضرة. ما حدش يقول والله ده احنا بنعمل فيهم كذا، احسن خليهم يتحرقوا، ده كلام همجي. اذا كانت في دولة قانون يبقى القانون ده يحمي كرامة الناس اللي مقبوض عليها ويوفر لهم محاكمة عادلة بغض النظر عن التهم الموجهة ليهم، حتى ولو كانوا قتلة، حتى ولو كانوا عملوا ابشع جريمة. الدولة الجديرة بهذا الاسم لا تقابل الجريمة بجريمة، يعني لا تقابل جريمة بأنها ترتكب جريمة في حق الناس، وإلا بقى يبقى اللي يغتصب حد نغتصبه، واللي يموت حد نموت أسرته، ويبقى احنا دخلنا في الهمجية. فالحقيقة نحن ندافع أو أنا أدافع عن حقوق هؤلاء المخطوفين والمعتقلين، لأنه مفيش حبس احتياطي في العالم بيقعد هذه الفترات. هو ده شكل للأسف القانون ده عمله السيد عادل منصور لتخطيط الاعتقالات. الاعتقال بقى ليه شكل قانوني، إنما هو الحقيقة اعتقال. فنحن ندافع عن المبدأ بغض النظر عن المبدأ ده هيؤدي لحماية مين، ما يهمناش بغض النظر هم عملوا ايه ولا التهم المنسوبة ليهم. انا بدافع عن المبدأ. علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ايه؟ قال ودافع عن الحق لا ابالي اينما يقع. يعني انا بدافع عن الحق. جه بقى في صفي، جه ضد الناس اللي بتكرهني، جه مع اعدائي، جه مع خصومي، ودافع عن الحق لا ابالي اينما يقع. والحقيقة ده اللي المفروض ان احنا نعمله.